هم بيقولوا حلواكين، هم بيقولوا كده. ليه أربع الناس اللي بيهتموا بينا هم اللي بيقولوا كده؟ هم غلطانين. هم صار كان بتضربني، ما مش هقول هي، لكن هي عارفة نفسها. كان خوانا صغير لها شغل، كان عندنا نور بس قفلت الشباك والحجر، ما كانش بيتخمم. كنت قلقان على أخويا هاني، كان بيكلم روحه في الدار، طول اليوم كان بيبقى قاعد وحده في الأوضة. في يوم ممدوح جو خدنا ودنا اليوم في شوشة، وأنا كمان جي معايا، ادونا أوضة وهدوم. ابتديت اشتغل واعمل فلوس، انا حياتي كانت حلوة مشوشة. لكن انا كنت بعيط طول اليوم، كان ما يصير، كان بس يسأل انت بتعيط لي، كنت بقول مش عارف. من دوح كان كنت بعيط كل يوم لمدة 10 سنين، لكن دم وقفنيش انا ساعدها. لكن هنا ما كانش بيتكلم لمدة سنتين، حقرت كنت واقع فوق شفايفه، ما حدش تاني كان بيعرف يعمل كده. في يوم ما كان يعني يتكلم، في يوم كنا قاعدين مع بعض وقال لي بحبك ووكلوني، نروح أنا كويس لوحدي، فيزا مانجا وبرتقال وعاوز بتنجان. هو بيساعد عجايب اللي كانوا بيحقوا بالمعالج، لكن دلوقتي عايش معانا. أنا بقعد جايزة على اسم الدنيا، طب وين؟ هاني قال لو أنا كنت لون كنت هبقى اللون الأبيض، عشان حتى بعد ما بتضايق أنا بضحك. أنا عاوزة إيه في الحياة؟ مش عارفة أقول إيه تاني. أنا عاوزة إيه في الحياة؟ أنا كنت عاوزة أبطل عيط، الوقت بطل. أنا كنت عاوزة هني يتكلم، أنا الوقت هو بيغني.